عند عند تتحدون البيرق. يلا يلا من عنده فلاح ولا عندك يا عمر؟ عند فلاح. عند فلاح. يلا اختار لك رقم الطاقية. اختار طال عمرك كالعادة التاريخ الأفضل لي ثلاثة. طاقية رقم ثلاثة. ثلاثة رجب. صف عليك وجه الله نصفه. يلا خلونا نفتح طاقية رقم ثلاثة اللي اختارها فلاح وفريق. ايش ذا؟ سؤال تاريخي. جميل. في الطاقية رقم ثلاثة وعندك الإجابة فلاح وبإمكانك تتشاور مع عمر بن هذال وتعطونا الإجابة في قضون 45 ثانية. السؤال يقول على الشاشة: في أي مدينة ولد الملك عبد العزيز رحمه الله؟ في الرياض، في الدرعية، في جدة، بدون تدخلات الشباب. في أي مدينة ولد الملك عبد العزيز رحمه الله؟ في الدرعية، في الرياض، في جدة. شباب أي تدخلات إن شاء الله حرفعها قضية هندي. لا حد يقول لي ملك عبد العزيز ولا خلاص خلوكم براحتكم. يلا كم باقي ثانية؟ باقي 20 ثانية. إذا جاءت الثانية ثلاثة بجاوب. لا في أي مدينة ولد الملك عبد العزيز رحمه الله؟ وآخر الثواني 10 ثواني. الجانب الفلسفي. إذا أعطونا الإجابة لحد يجاوب لأنه بتحدوا البيرك. 3-2-1 جو. قلها. إذا جاءت ثلاثة بقى. قلها. درعية. في الدرعية. كتبتوا لنا الدرعية. خير في الخطأ. فريق الأشداد قالوا الدرعية وبهكذا نشوف الإجابة وبعد الإجابة هذه لحد يجاوب إذا كانت خاطئة والدرعية كانت الإجابة خاطئة وتتحول خلاص شباب مباشرة البيرق. البيرق يلا معاكم في أي مدينة ولد الملك عبد العزيز رحمه الله. يلا عندكم في الرياض ولا في جدة شباب؟ يلا من عند الإجابة خلينا نجي ثلاثة ما في وقت. يلا في الرياض وفي جدة. يلا الرياض. الرياض الرياض ثبت الرياض والرياض. ولد الملك عبد العزيز رحمه الله الإجابة صحيحة. السلام. الدرعية هذه مدينة. سؤال يطرح نفسه. الدرعية وين؟ قدم اعتراف في عند طيب السلطان. عبد الرحمن الدرعية وين؟ الدرعية أنا بالنسبة لي إيه؟ مدينة في أنا مدينة تابعة للرياض. الدرعية مدينة في الرياض. الرياض ما كان فيه في الوقت ذاك ما في رياض. شباب احنا ليش شباب ليش احنا فقط شباب احنا هنا انا اطرح سؤال في خطأ الاعداد في خطأ المقدمين يوم الاربعاء. اطلب من تركي الدوسري. لا 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 ما نبي توضيح. تكفون ما نبي توضيح. عطونا القيمة. معلش شباب ما عندنا وقت. يلا القيمة. القيمة كانت 3000 مباشرة تخصم من فريق اجداد وتروح الى البيرق. عطونا الطواقي شباب لي الشلفة. شباب انا من وجهة نظري اللي تسمعوني في الكنترول اي حديث جانبي